لنا من داخل او من قلب المطبخ اليمني الشعبي، بيقدموا الاكلات الشعبية وكمان باسعار يعني احسن من المطاعم التانية. عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد. معاكم ايمي من قناة ايمي وهنونة. طبعا زي ما احنا شايفين من اسم الفيديو كده، احنا النهاردة بقى هنشوف مع بعض المطعم اليمني والاكلات الشعبية اللي مشهورة جدا في اليمن. هنا هنجيبها لكم لحد عندكم علشان برضو نتعرف اكتر على الاكلات العربية من اكتر من مطعم، واوعدكم ان شاء الله ان انا كل مرة اصور لكم مطعم من بلد شكل باذن الله، عشان نعرف برضو عاداتهم وتقاليدهم وكمان اهم الاكلات اللي هم مشهورين بيها. عايزة اقول لكم ان المطعم اليمني اللي احنا قدامه دلوقتي من اشهر المطاعم هنا في منطقة الدقي بمحافظة الجيزة. زي ما احنا شايفين بقاله اكتر من 20 سنة بيقدم اكل يمني شعبي. طبعا المنطقة هنا مليانة باليمنيين، فعملوا لهم مطعم هيقدم اكلات شعبية. يلا بينا نتعرف على اهم الاكلات الشعبية اليمنية من داخل المطعم اليمني ونشوف مع بعض بقى رأينا فيها بكل صراحة. انا اول مرة الصراحة اجرب الاكل اليمني يعني، فتعالوا بينا ندخل مع بعض. بس قبل ما ابدأ الفيديو بتاعي بفكركم باللايك، ياريت لايك على الفيديو، واللي لسه بيشوف القناة لاول مرة اتمنى ان هو يشترك فيها وينضم لأسرة قناة ايمي وهنونة. ويلا بينا. مساء الخير، متعرف بحضرتك؟ فهد الياسر. اهلا وسهلا. حضرتك اصلا يمني؟ يمني. اهلا وسهلا. احنا اول مره صراحه نيجي هنا، عملنا سيرش على جوجل طلع لنا المطعم اليمني هنا في الدقي، مع ان في اكتر من مطعم هنا، لكن انتوا اقدمهم. اقدم مطعم في القاهره، اول مطعم يمني في مصر. اول مطعم يمني في مصر؟ في مصر من 2001. من 2001 المطعم تأسس من 2001، يعني تقريبا 20 سنه. 20 سنه. بتقدموا ايه نوعيه الاكلات اللي انتم بتقدموها؟ الاكلات اليمنيه بدايتها من المندي اللحم، عندنا هذا المنيو حقنا المندي اللحم اللي بيكون بطريقه حضرميه. والمندي الفراخ طبعا، وفي زربيان اللحم، زربيان الفراخ، هذه مطبوخه زربيان لحم وزربيان دجاج، يعني هذه مطبوخه بالطريقه العدنيه. وفي اللحم الحنيف. لحم الحنيف او الحنيف. الحنيف ده عباره عن ايه الحنيف؟ اللحم كله لحم جديان جوز، بس يعني حجمها بتبقى صغير؟ بتكون مغطى على نص ثمن او ثمن. معموله. وبيفضلها بطريقه يمنيه، بتطبخها بالبهارات والبهارات. طيب. الحنيف اليمني. تمام. وتجيب عقدة اللحم. طبعا عقدة اللحم هذه بتكون مطبوخة. عقدة لحم غنم. غنم. بتكون قطعة من نص ثمن حنيف مطبوخة بالصوت وبالبطاطس وبالبصل مغلوبة. وفي عقدة الفراخ برضه نفس طريقة التحضير، عقدة اللحم مطبوخة بالصوت والبطاطس والبصل والثوم والبهارات اليمنية. تمام. وفي الفحصة، فحصة لحم غنمي، هذه فحصة لحم مهروس مطبوخ بحلبة او مدرة يمنية، تقدم بطريقة يمنية، مدرة حجر معمولة بطريقة حلوة. بتكون في نوعين في الشعب اليمني طبعا، يحبها بالحلبة، بس في الاجانب ياخذوها بدون حلبة. المصريين بشكل عام، الزباين زبوننا مشكل من جميع انحاء العالم، يعني كل الدول العالم والسياح اللي يجون المطعم. كنت لسه هسال حضرتك، زبونكم اليمنيين فقط ولا المصريين كمان؟ مصريين، مصريين عايشين اللي في الخليج، مصريين من هنا عايشين في المطعم لهم 20 سنة مع المطعم. برضه الاجانب موجودين، من الامريكان يجون، الكنديين يجون، ياخذوا كل الطرق الاكلات اليمنيه. هل طورتوا بقى من المطبخ اليمني عشان يتناسب مع مصر او بقيه الدول؟ والله رحنا ماشيين بالمطبخ اليمني، الاكلات اليمنيه متخصصين. لا، طورتوا في حاجات معينه عدلتوها يعني عشان تتماشى مع؟ ما بنفسي لازم نعدل نطور فيها، كل ما ندخل مع المنافسات المطاعم حوالينا، لان كان هنا مطعم واحد، الان حوالي ما شاء الله 5 مطاعم يمنيه. انا بس سمعت ان انتم شعبي، رحنا يعني رحنا نمشي مع الشعب، اكل المطعم اكله بالسير مع الاكلات الشعبيه اليمنيه، وكلها الاكلات اليمنيه يعني من ناحيه الاسعار احنا اغلى اسعار. اقل اسعار؟ ايوه، تكون شعبيه علشان اليمنيين يكونوا المصريين يكونوا من كل الفئات، الفئات تجي مع الوضع الجمهوري. ليكم فروع ثانيه؟ لا.
هو ده الفرع الوحيد. الفرع الوحيد. وعندنا برضو السلطة اليمنية في. سلطة؟ السلطة اليمنية هذه مطبوع من عدة مكونات، فيها البيض وفيها اللحم المفروم وفيها الأرز وفيها البهارات اليمنية، مكون من عدة مكون برضو بتحضر بطريقة حربة. قرارات كورونا بتطبيقها حتى كورونا مخففين الطاولات مقللين الترابيزات علشان يبقى في تباعد اجتماعي. تباعد الاجتماعي تمام. ومطبقين التباعد الاجتماعي. استاذنك يا استاذ فهد تاخدنا جوله في المطبخ اليمني؟ ان شاء الله نخطط. يلا بينا المطبخ اليمني. يلا بينا. ون من زباين من اليمن ومن الصين. اهلا وسهلا. يعني زباينكم من كل الاماكن ومن كل البلاد يعني؟ كل الدول بيحبوا الاكل اليمني الصينيين؟ اكتر اكله بيحبوها الصينيين؟ هم الحنين السمك، تعودوا على السمك الحنين والسمك. السمك بالطريقه اليمنيه، السمك بالطريقه اليمنيه مخبازه من التنور. تنور التنور مخبازه. وهم امس تعشوا سمك عندنا، هو الامس اكلوا حنين. ويلكم. تمام. هندخل دلوقتي بقى نشوف المطبخ اليمني. دخلنا هنا المطبخ اليمني عندهم، هنشوف طريقه التسويه. ده ايه؟ هذا التنور اللي عملته العيش اليمني. بيتعمل هنا العيش اليمني والسمك بالطريقه اليمنيه. السمك بتسووه هنا كده بطريقه معينه، وبرضه بتعمل بعض اللحم مثلا بنزله التنور بعد الجمهور يشيل منها الدسومه اللحوم او الفراخ. بهارات يمنيه. هذا طبعا الشيف عقود. اهلا وسهلا يا شيف. وهذا الصاروخ. ده الصاروخ؟ غلابات، عمل غلابات الفحص على الفحص. لا انا خلصت مش قادر. اليمنيه عايزه اقول لكم ريحتها جميله جدا جدا الصراحه، يعني هو بيسويها بتبقى تحفه جدا. شوربه 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 لحم. تمام. عايز شوربه اليمن مرق. المرق بتاعه المرق. تمام. احنا هنا من داخل او من قلب المطبخ اليمني الشعبي، بيقدموا الاكلات الشعبيه وكمان باسعار يعني احسن من المطاعم الثانيه زي ما احنا شايفين. طبق الكبده اهو دلوقتي بقى ده المنيو بتاعهم. احنا خرجنا خلاص من المطبخ عندهم وهنشوف مع بعض بقى هناكل ايه، بس دلوقتي هنصور المنيو عشان لو حد حابب ياخده سكرين زي ما احنا شايفين.
وده العنوان بتاعهم 10 شارع ايران بجوار مسرح النجم في الدقي. ودي ارقام بتاعتهم وفي عندهم خدمه توصيل ودي اهم الوجبات اللي هم مشهورين بيها يعني. وعندهم حلو كمان دلوقتي بقى مع بعض هناكل ايه وتابعوني وما تنسونيش باللايك. احنا شايفين كده نزلوا لنا اول حاجه الليمون وبعد كده الشوربه دي شوربه الغنم وهنا ده طبق اسمه انا سالته اسمه ايه قال لي اسمه صحاوه بيتاكل مع الرز هو يعني شبيه بالدقوس انا لسه ما دقتوش بس شبيه بسلطه الدقوس اللي بتتاكل مع الكبسه. وده ايه بقى؟ هذه عقده فراخ. اسمها ايه؟ عقده فراخ. عقده فراخ ودي عقدة فراخ زي ما احنا شايفين كده. ده الاكل اليمني وده دي فاصوليا. دي فاصوليا معموله بالطريقه اليمنيه بالمدره. فاصوليا بالطريقه اليمنيه في المدره في الاول حربه اسمها دي مدره او حربه زي طاجن يعني. اه بالبيض دي ولا ايه؟ بالبيض. اه انا شايفه هنا بالبيض بس انا ما اعرفش. لا بالبيض بدون بيض. لا كويس انها بدون بيض يعني على طلب الزبون. ايوه. اه لا ما شاء الله. وهندوق مع بعض بقى الشوربه. انا مبدئيا الشوربه ليها ريحه كده مختلفه خالص مش قادره اوصف لكم يعني عن اي شوربه ثانيه. ده لسه ما دقتهاش. بصوا دي شوربه الغنم وعايزه اقول لكم ان انا يا جماعه ماليش قوي يعني في الاكل اليمني ده. انا اول مره ادخل مطعم يمني او اجرب المطبخ اليمني الصراحه بس كل ده عشان خاطركم عشان خاطر اقول لكم كل جديد ونعرف مع بعض كل الاكلات بتاعه كل بلد. تمام يلا بينا بقى ندوق الشوربه الاول بدون ليمون. بصوا هي طعمها مختلف خالص عن شوربه اللحمه او شوربه الفراخ او حتى شوربه الجديان يعني او الخرفان. مش عارفه مدينا تيست كده غريب شويه مش قادره اوصفه. زي ما يكون نكهه مقرمشات. عارفين المقرمشات اللي هي بتتباع بره زي الكاراتيه والحاجات دي فيها النكهه دي. مش قادره اوصف لكم الصراحه النكهه بتاعتها بس هعصر عليها ليمون يمكن الطعم يتغير شويه. بالليمون طعمها احلى كتير جدا. بالليمون احلى بكتير جدا فانصحكم لما تيجوا تجربوا الشوربه دي حطوا عليها ليمون كتير. ده ايه بقى؟ الخبز ملوح. خبز ملوح؟ ملوح او رشوش ملوح؟ ملوح ايه؟ اه خبز يمني يعني. خبز يمني. ما شاء الله حجمها كبير قوي الخبزية دي. هذه شوربة. بسم الله ما شاء الله. لا حجمها ازاي دي؟ مثلها طبعا سخنة جدا. معمولة بحبة البركة؟ اه. سخن جدا ده العيش بتاعهم سخن شايفين البخار بس اكيد جميل يعني. هذا طبعا خبز رطب. خبز رطب يعني مش ناشف يعني. ايه رطب. ده بقى بتاكلوه مع ايه يعني؟ مع زي تاكل مع العقدة ومع الفاصوليا عادي يعني بتاكل مع الخضار والحاجات دي. الفاصوليا مع تمام. فراخ مشوية بالتنور. فراخ مشوية بالتنور اللي حضرتك قلت لنا طريقة التسوية يعني بتاعتها. هي أول طبق كان مسلوق بعدين تشوي بالتنور. يعني دي شبه المندي شوية. الرز مندي. الرز مندي. بس الفراخ بطريقة التنور. الفراخ المندي مخلص. اه وهنا بقى أهي دي السلطة دي بتتاكل مع الرز. أنا نسيت أقول لكم معلومة مهمة جدا. هجيب لكم بس المنيو وأقول لكم معلومة مهمة جدا دلوقتي. وده ايه؟ هذا اللحم الحنيد. ده الحنيد ايه؟ او الحنيز مش كده؟ اللي هو بتاع التيس. ايوه تمام. دي من الحاجات اللي مشهوره جدا عندكم صح؟ في حاجه زي المندي وخلص الان ما في موجود المندي برضه. المندي خلص. ايوه. انا كنت عايزه اقول لهم حاجه يا ريت حضرتك برضه تاكد معايا ان اول ثلاث وجبات دول بيخلصوا الساعه 3 تقريبا العصر مش كده؟ 3 الى 4 العصر.
ثلاثة أربعة أو بعدها حطوا جابوه لو تواصل معنا نحجز له. تحجز له يعني بالحجز دول أول مندي والمندي الفراخ والزربيان والزربيان الدجاج دول بيخلصوا بدري. بيخلصوا بدري. فاللي عايز يجي يجربهم يجي بدري. بدري أو يتصل تليفون نحجز له لأي وقت. أو يحجز بالتليفون، إنما إحنا دلوقتي جايين بالليل فمش موجودين. تواصل معنا على 010 11 44 74 30. تمام. التواصل معنا. أول يزورنا في حشر الشارع إيران الدقي المطعم اليمني. حشر الشارع إيران الدقي. تمام. هنجرب بقى الأكل اليمني بتاعه أول مرة نجربه الصلاة. العافية. شكرًا جدا. شكرًا. نجرب بقى مع بعض. دي يعني أهم الأكلات اللي موجودة عندهم في اليمن. وأنا الصراحة وأنا بطلب الأكل قلت له يا ريت ما كترش قوي من لحمة الغنم عشان أنا ماليش فيها قوي. انما يعني زود لي في الدجاج او الفراخ يعني عشان خاطر اقدر ادوق لكم الاكل. يلا بينا ندوق مع بعض بقى الرز المندي ده ونحط عليه السلطه دي، انا بسميها دقوس لان هي شبيهه قوي بالدقوس اهي. هو طعم الرز المندي العادي. ندوق بقى الفراخ بتاعتهم هي مبدئيا مستويه اهي. طعمها حلو. نيجي هنا بقى ندوق الفراخ اليمني دي. دي فراخ مهروسه تقريبا. الصوت اهي. عارفين طعمها زي ايه الفراخ دي؟ زي الشكشوكه بالظبط. كأني باكل شكشوكة. طعمها حلو يعني مشطشطة حامية جدا. وعايزة اقول لكم ان المطبخ اليمني شبيه شوية بالمطبخ الهندي يعني تحسوا انه فيه بهارات كتير وكمان حامية جدا بس طعمها جميل زي الشكشوكة وانا بحب الشكشوكة. تعالوا بقى ندوق هنا الحنيز ده. وده طبعا زي ما انتم شايفين ده الحنيز او الحنين. وطبعا تحيه بقى للنجم طبعا الفنان الكبير احمد حلمي في فيلم اكس لارج لما كل الحنيز. اول مره تبصوا طبعا الحاجات دي تقريبا ما بتتاكلش غير بالايد واليمنيين بياكلوا بالثلاث صوابع دول. تمام هم قالوا لي كده انما احنا طبعا كمصريين بناكل بالمعلقه. ندوق مع بعض الحنيز ده لاول مره اجربه. وطبعا اللحم دايب اهو. ندوق مع بعض. طعمها جميل والله ما كنتش متخيله كده. طعمها زبده يعني ما شاء الله مستويه. طعمها زبده بصراحه يعني طعمها حلو جدا وما فيهاش الزفاره بتاعت اللي هي الجديان او الخرفان او كده ما فيهاش الزفاره دي. تعالوا ندوق اخر حاجه بقى الفاصوليا. دلوقتي بقى هندوق العيش الطري ده اهو بالفاصوليا. هما مشهورين بالفاصوليا. فاصوليا فيها توم كتير اهي وفيها مشطشطه جدا. بصوا حاطين فيها فلفل مختلفه خالص عن الفاصوليا المصري اللي احنا بنعملها حاميه جدا وسبايسي. طعمها جميل بصراحة يعني عايزة أقول لكم إن يعني من تجربتي لأول مرة هنا في المطبخ اليمني أكلهم شكله يفتح النفس مع إني كنت متاخدة في الأول كده يعني من الأكل يعني الصراحة عشان أنا ما بحبش أجرب حاجة يعني لأول مرة. لكن الأكل الصراحة يفتح النفس والحاجات مستوية جدا جدا. فأنصحكم إن شاء الله إن أنتم تيجوا تجربوا المطبخ اليمني هنا في المطعم اليمني. وطبعا في الأول وفي الآخر الأكل أذواق. وهنا المطعم ده يا جماعة شعبي عشان في مطاعم يمنية تانية بتقدم أكل مش شعبي وبأسعار أغلى. إنما المطعم اللي أنا دخلته ده مطعم شعبي أول مطعم يمني في مصر. وبس كده أتمنى إن شاء الله إن الفيديو النهاردة يكون عجبكم ويكون إضافة كده إن شاء الله على القناة يعني. ما تنسونيش بقى في اللايك والشير واشتراك في القناة. ده لسه في حاجة تانية يا تتقدم. هذا زربيان فراخ. ده ايه بقى؟ زربيان فراخ. زربيان فراخ. ايوه. ده ما شاء الله ده الأكل كتير قوي. ده زربيان. طب ندوق الزربيان بقى قبل ما ننهي الحلقة. مش لاقية مكان أحطه فيه الصراحة.
دوق بقى الزروبيان. بصوا الرز يعني ملونينه زي الكبسه بالظبط، زي الكبسه يعني. الرز ده رز مندي، ده رز كبسه، فدي زي كبسه الفراخ بالظبط اهي، قطع الدجاج جواها مستوي. احلى حاجه ان الاكل هنا عندهم كله يعني مستوي جدا جدا زي ما احنا شايفين، طعمها جميل جدا. عايزه اقول لكم الفرق ان دي زي الكبسه والفراخ مدفونه جواها او مستويه يعني جوا الرز او مع الرز، انما ده رز مستوي لوحده، رز المندي. والفراخ التندور اللي شفنا طريقتها او بيسووها ازاي يعني طعمها مختلف. الفراخ دي غير الفراخ دي، يعني طعم مختلف تماما، كل حاجه وليها طعمها. بس في النهايه عايزه اقول لكم ان المطبخ اليمني فعلا شبيه جدا بالمطبخ الهندي، مع طبعا بعض الفروقات والاكلات. اتمنى ان شاء الله النهارده ان انتم تكونوا استفدتوا من الفيديو، يا ريت ما تنسونيش باللايك والشير واشتراك في القناه لسه بيشوف القناه لاول مره، وانتظروني ان شاء الله في مطبخ تاني جديد من بلد جديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وتعمل اشتراك للقناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديدنا.